يسعدني جدا طبعا ان ادعي كل اصحابي واللي بيحبوني يحضروا حفلتي في مسرح الهناجر يوم الاثنين 1 ديسمبر. ان شاء الله هتبقى ليله حلوه في حب رسول الله واهل بيته. هنقدم لكم مزيكا جديده جدا، هتبقوا مبسوطين وسط اللي بيحصل ده كله، هنقضيها احنا في حب رسول الله ان شاء الله. هيثم نازل.